السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أيها الأحبة الكرام، في ختام حلقة هذا اليوم المبارك، تعالوا بنا جميعا ندعو الله تعالى بدعاء الحسن الحصين، فإن في يوم الجمعة ساعة تفتح فيها الأبواب، أبواب السماء، ويكون فيها الدعاء مستجاب. تعالوا بنا نحصن أنفسنا ونحصن أهلينا وأحبابنا بالحسن الحصين، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله على أنفسنا، بسم الله على ديننا، بسم الله على أهلنا، بسم الله على أموالنا، بسم الله على أحبابنا، بسم الله على وطننا، بسم الله على أمتنا، بسم الله على كل شيء أعطاه إيانا ربنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله ربنا ولا نشرك به شيئا، عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك. اللهم يا رب العالمين، إنا نعوذ بك من شر كل جبار عنيد، ومن شر كل شيطان مريد، ومن شر قضاء السوء، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، احفظنا، احفظنا من كل سوء، نعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده، ونعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون، ونعوذ بالله بكل ما برأ وذرأ، ومن شر ما خلق، نعوذ بالله من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر ما يدرأ في الأرض وما يخرج منها، نعوذ بالله من شر فتن الليل والنهار، ونعوذ بالله من شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، كلنا جارا مما يكاد لنا. اللهم احفظنا من كيد الكائدين، ومن ظلم الظالمين، ومن سحر الساحرين، واحفظنا اللهم من جنود إبليس أجمعين. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف ما شئت، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم إنا نستجير بك من الشيطان الرجيم أن يضرنا في ديننا أو دنيانا أو أولادنا أو أحبابنا، أو يصدنا عن فعل ما أمرتناه بنا، أو يحتنا على فعل نهيتنا عنه، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا ولا تعين علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم يا رب، إنا بك نعتصم وإليك نلجأ من شر كل ذي شر، يا رحمن يا رحيم، يا ذا السلطان العظيم والمن القديم، ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات، اصرف عنا وعن أهلنا عيون العائنين، وحسد الحاسدين، وسحر الساحرين، وكيد الكائدين. احرسنا بعينيك التي لا تنام، واكنفنا يا مولانا بكنفك الذي لا يرام، واغفر لنا واحفظنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم احفظ هذا البلد الأمين
مما يكاد له. احفظ اللهم من كل أذى، اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ سلطاننا المحبوب أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، اللهم وفقه للخير وأعينه عليه، اللهم متعه بالصحة والعافية وطول العمر وأصلح به وعلى يديه. اللهم وفق كل أهل الخير في هذا البلد الأمين للعمل الصالح، اللهم وفق الجميع للعمل الصالح يا مولانا، واحفظنا من كل سوء وكل بلاء. رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.